عليكم واهلا وسهلا فيكم بفيديو جديد. انا ربا وفيديو اليوم ان شاء الله رح افرجيكم فيه كمان طريقة لتتبعوا تصميم او رسمة خاصة فيكم على القماش، سواء قماش ايتامين او غيره. انا هون رح افرجيكم على قماش الايتامين لانه بتجيني اسئلة عن كيف نرسم او ننقل رسمة على قماش الايتامين ونطرزها، بس طبعا نفس المبدأ بتطبق على قماش عادي وطرق خياطة تانية او عشان تقصوها او غيره، فممكن تتبعوا هالطرق. لحد الان حكينا عن 3 طرق بفيديوهات سابقة، ممكن تشوفوها، رح اترك لكم اللينكس لإلها بصندوق الوصف تحت. واليوم طبعا رح نحكي عن الطريقة 4 ان شاء الله، فخلونا نبلش. طبعا لهالطريقة رح نستخدم هاي الاقلام اللي انتو شايفينها و تريسينج بيبرز، فخليني احكي لكم عن كل وحدة فيهم وبعدين بنعمل تطبيق صغير. اول شي خلينا نبلش بالاقلام. الاقلام هم هدول زي ما انتو شايفين، مكتوب عليهم ترانسفير بنسلز ومحطوط على الجنب هوت ايرون. هي اقلام خشبية لننقل فيها الرسمة، بس عشان هاي الرسمة تعلم على القماش منيح رح يلزمنا انه نكوي الورقة على القماشة حتى تعلم او تنقل الرسمة عليها. فحاكينا انه ممكن نرسم فيها الرسمة او تتبعي رسمة موجودة اصلا على القماش. كمان بالنسبة لتعليمات الاستخدام حاكينا انه ممكن تستخدمي هالاقلام لترسمي او تتبعي رسمة على التريسينج بيبرز هم هدول باستخدام هالقلم، وحاكين انه لما ترسمي بها القلم اضغطي بالقلم منيح على الورقة. كل ما ضغطتي اكتر كل ما علمت على الورقة بشكل اوضح، وبالتالي كل ما طلع الشكل اوضح على القماشة. كمان حاكين بعد ما تعملي الرسمة على الورقة حطي هاي الورقة على القماشة بحيث انه الرسمة تكون وجهها على القماشة، وروحي اكويها لمدة 5 ثواني واكويها كتير منيح حتى تعلم الرسمة بشكل مظبوط على القماشة. كمان هون حاطين شوية تنبيهات بالنسبة للقلم، حاكين انه تعليم هالقلم رح يختلف من قماش لقماش، وممكن من قماش لقماش يكون صعب انك تشيلي اثر هذا القلم، يعني حسب القماش. ممكن قماش يكون فيه سهل انك تشيلي تأثير هذا القلم، واقمشة يكون لا صعب. حتى لو جربتي كل الطرق المقترحة لإزالة تأثير هذا القلم ما رح يروح معك. فبالنسبة للقماش اللي 100% قطن، حاكين ممكن تستخدمي مي باردة وصابونة جلي وتغسليها وتخليها تنشف بالهواء لحتى يروح أثر هذا القلم عن القماشة. كمان راس القلم كتير طريف، فديري بالك لما تيجي تبريه وتستخدميه، فاستخدمي براية تكون خفيفة وابري القلم شوي شوي حتى تحصلي على راس يكون مبري منيح ويساعدك بالاستخدام. وحاكين انه ممكن تحطي القلم شوية بالفريزر حتى يصير الراس أصلب شوي ويساعدك لما تيجي تبري أو تستخدمي. كمان لأنه تأثير هالقلم بيختلف من قماش لقماش، فبنصحوكي أنه قبل ما تستخدمي القلم على القماشة اللي عندك خدي قطعة صغيرة منها وجربي القلم عليها وشوفي كيف تأثير القلم على هاي القطعة الصغيرة قبل ما تروحي تستخدميه على كل القماشة اللي عندك وتتورطي. فهذا كل إشي حاكينه عن القلم. هلا بالنسبة للتريسينج باد او التريسينج بيبرز اللي هم هدول مختلفين عن اللي حكينا عنهم من قبل. هدولاك كانوا مثل الكربونة، في من جهة فيهم كانت تكون ملونة عليها مثل حبر ملون. هدول لا، هدول عبارة عن ورق شفاف ابيض فاضي زي ما انتو شايفين وخفيف، بس عشان يسهل عليكي تتبعي الرسمة. فلو حطيتي اي شيء تحتها على طول ببين، فلو اجيت انا حطيت القلم مثل هيك شايفين على طول ببين انه الرسمة او الكتابة اللي عليه. وطبعا هو معمول شوية يتحمل حرارة المكوى، فبس هذه هي، يعني هو ورق مخصص لهالشي. وطبعا ممكن تستخدميه لتنقلي رسمة على قماش حتى تطرزيها، او ممكن تستخدميه لتنقلي رسمة على خشب او زجاج، بس طبعا بدك اقلام تكون مختلفة او ادوات مختلفة عن هاي اللي عندي. فهذا الورق اللي رح نستخدمه، وطبعا هدول الشغلتين الرئيسيات بفكرة اليوم. هلا خليني افرجيكم كيف تستخدموهم. طبعا لحتى نطبق الفكرة بالاضافة للقلم والتريسينج بيبر بدنا كمان القماش اللي بدنا ننقل عليه الرسمة، بدنا طبعا الرسمة او التصميم اللي بدك تنقليه، وهلا برجع بحكي لكم شوي عن الرسمة كيف تحضروها، وطبعا بدنا مكوى. هلا خلوني افرجيكم بالنسبة للبداية اللي هي الرسمة او التصميم. هاي الرسمة الاصلية اللي عندي، رسمة انا رسمتها. هلا اذا طبعتي الرسمة بالشكل الاصلي لإلها وجيت جبت التريسينج بيبر وجيت انا هاي الرسمة اللي عندي وجيت حطيت
أخذت فوق هالتريسينج بيبر وبلشت أتبع بيه الشكل الأصلي اللي عندي. هلا لما أمسك التريسينج بيبر هاي وأحطها على القماشة رح أحطها بالعكس، فبالتالي لما الرسمة تنطبع على القماشة رح تنطبع بالعكس. فهلا عشان أحل هاي المشكلة في عندي طريقتين. الطريقة الأولى واللي هي أنا بفضلها هي إنك تروحي على الكمبيوتر وتعكسي الرسمة أو التصميم اللي عندك وبعدين تطبعيه، فلما تيجي تنقليها على التريسينج بيبر رح تنقلي رسمة معكوسة، وبالتالي لما تيجي تقلبي التريسينج بيبر أو تحطي التريسينج بيبر على القماشة رح ترد تنقلب كمان مرة، فبتطلع هيك بالشكل الصحيح على القماشة. هلا هذا الحكي كتير مهم بالنسبة للتصاميم اللي ببين فيها إنها ممكن تطلع بالعكس أو رسمات مش متماثلة، أو كتير ببين بالكتابة. يعني مثلا لو أنت عندك اقتباس أو آية قرآنية معينة ورحتي طبعتيها زي ما هي وبعدين نقلتيها على تريسينج بيبر وبعدين رحتي حطيتي التريسينج بيبر بالعكس على القماشة، رح تطلع كل الاقتباس أو الآية عندك بالعكس ومش مقروءة. فكتير مهم إنك تديري بالك وتقلبي كل إشي أو تعكسي كل إشي قبل ما تطبعيه وتبلشي تنقلي فيه على التريسينج بيبر. فهذا الكلام كتير مهم بالرسمات المختلفة أو اللي ما فيها تماثل زي ما حكيت لكم. فهذه أول طريقة. الطريقة الثانية طبعا هي إذا أنت طبعتي الرسمة بدون ما تعكسيها أو ما عرفتي كيف تعكسي هاي الرسمة على الكمبيوتر، ساعتها ممكن تقلبي الورقة اللي عندك أو الرسمة وبقلم رصاص من وراء تروحي ترسميها أو تعلميها وبعدين بتنقلي هاي الرسمة على التريسينج بيبر. بس أنا دايما بفضل إنك تعكسي الرسمة على الكمبيوتر وتطبعيها معكوسة لأنها بتكون أوضح وأسهل. فزي ما انتو شايفين انا عكست الرسمة على الكمبيوتر عشان اسهل عحالي، فرح اجي احط التريسينج بيبر فوقها واجيب القلم وارسم الرسمة. وزي ما حكينا قبل اضغطوا على القلم كتير كتير منيح عشان الرسمة تعلم وتطلع عندكم اوضح واوضح على القماش. اوكي هيك بكون نقلت الرسمة. طبعا زي ما انتو شايفين انا كنت ناقلتها بالاول هون، بس اكتشفت انه راسي مبين فوق الصورة فيعني مش مبين ولا اشي من النقلة، فاضطريت ارجع اعيدها كمان مرة، فعشان هيك في يعني رسمتين. فالمهم الخطوة اللي بعد هيك بسيطة كتير، رح نروح نكويها. فرح اجيب القماشة واحطها بها الشكل واحط الرسمة فوقها زي ما انتو شايفين واجيب المكوى واكويها منيح، بس بسرعة يعني ما رح تاخد معاكم وقت طويل، يعني بدكم على السريع تكووها. بس اهم اشي انكم توزعوا الحرارة على كل الاطراف بالتساوي وبشكل مزبوط. اذا حسيتوا او خفتوا انه الرسمة اللي عندكم مثلا تتحرك وانتو تكووا فيها، فممكن انكم تثبتوها بدبابيس على القماشة او لزاق وبعد ما تخلصوا بتشيلوا. اوكي وزي ما انتو شايفين بنشيل الورقة وبتكون الرسمة علمت عندي على القماشة. وزي ما حكيت لكم كل ما ضغطتوا بالقلم على القماء على الورقة اكتر رح تعلم عندكم على القماشة اكثر. وطبعا بدكم توزعوا الحرارة من كل الجهات بشكل كتير منيح عشان تطلع الرسمة عندكم واضحة من كل الاطراف. وهذه هذا كان الفيديو لليوم. رح تشوفوا هلا صورة للرسمة على القماشة، فإن شاء الله إنه الفيديو يكون عجبكم. إذا حبيتوا هذا الفيديو ما تنسوا تعملوا له لايك وتشاركوه مع أصحابكم، وإذا عندكم أي سؤال ما تترددوا تكتبوا لي بالتعليقات تحت. وطبعا إذا أنتوا جداد بالقناة أهلا وسهلا فيكم. إذا حابين تشوفوا فيديوهات أكثر اضغطوا على زر الاشتراك أو السبسكرايب حتى تبين الفيديوهات عندكم، وبشوفكم الفيديو الجاي إن شاء الله. باي باي.